بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 23 والدرس 23 في مدارسة ومذاكرة كتاب أحاديث في الفتن والملاحم والحوادث للشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث: قال البيهقي وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق صحاح أنه قال: الدنيا 7 أيام، كل يوم 1000 سنة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرها. وصحح أبو جعفر الطبري هذا الأصل وعضده بآثار. هذا الحديث وهذا الأثر رواه الحافظ البيهقي أبو بكر بن الحسين محمد بن الحسين البيهقي، المتوفى في 458 في سننه الكبرى، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه. وابن عباس ممن أخذ عن بني إسرائيل ككعب الأحباري وعبد الله بن سلام ووهب بن المنبه وغيرهم، فيكون هذا من هذا القبيل. وقول البيهقي رحمه الله إنه جاء في طرق صحاح، أنه جاءت هذه في طرق صحاح، يعني إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولا يعني أنها ثبتت إليه أنها لها حكم الرفع، لأن الأثر الموقوف إذا لم يكن للرأي فيه مجال ولم يعرف للصحابي أخذ عن بني إسرائيل فله حكم الرفع. أما إذا لم يكن للرأي فيه مجال وأخذه الصحابي أو عرف عن الصحابي أخذه إياه عن بني إسرائيل، فإنه عندئذ لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر صححه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابيه التفسير الذي هو من أشهر تفاسير القرآن بالمأثور، وأيضا في تاريخه تاريخ الأمم والملوك. ولهذا قال الشيخ هاهنا: وصحح أبو جعفر الطبري هذا الأصل وعضده بآثار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الدنيا 7 أيام، كل يوم 1000 سنة، يعني كم آلاف؟ 7000 سنة. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها، أي في آخر الأيام 7. وهذا الذي جعل جمعا من أهل العلم كالحافظ السهيلي صاحب الروض الأنف أنهم يعتقدون أو يقولون إن تمام 100 العاشرة في هذه الأمة انقضاء الدنيا، ونصر ذلك أيضا الجلال السيوطي في آخرين من العلماء. والقول الصحيح كما هو الواقع أنه لم تختم الدنيا بتمام 100 العاشرة 1000 الأولى، فنحن في هذا اليوم في عام 1438 في شهر جماد الأولى. وأيضا قيام الساعة علمه عند الله جل وعلا،
أما ما جاء من هذه الآثار فإذا صحت فإنها تحمل على التقريب لا على التحديد. أما تحديد قيام الساعة فإن هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. وفي سورة الأنعام يقول الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبقوله: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ آخر آية من لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأخبره بأركانه، ثم سأله عن الإيمان فأخبره بأصوله الستة، ثم سأله عن الإحسان فأخبره بركنيه، ثم سأله فقال: أخبرني عن الساعة، يعني متى هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال سيد الأنبياء لسيد الملائكة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ أي أنا وإياك في جهلنا بها سواء، لأن هذا مما استأثر الله جل وعلا بعلمه: إن الله عنده علم الساعة. قال: فأخبرني عن أماراتها. فأخبره. إذن ما جاء في هذه الآثار يحمل على التقريب إن صحت، وهي كما سمعتم من أخبار بني إسرائيل التي نحدث بها ولا حرج. نعم. وروى ابن أبي الدنيا عن سعيد بن جبير قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة. وقال ابن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون: مدة الدنيا 7000 سنة، الدنيا يوما واحدا في النار، وإنما هي 7 أيام معدودة ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله في ذلك: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلى قوله خالدون. أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال عبد بن حميد: أخبرنا شبابة عن ورقاء عن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح عن ابن أبي نجيح نعم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. قال: وروى ابن أبي الدنيا أحد المصنفين المسندين، لكن لأهل العلم عليه ملاحظة، فإن من فرد به ابن أبي الدنيا في كتبه الأصل أنه من قبيل الضعاف من فرد به، قد يروي الصحاح والجياد التي وافقه بها غيره، أما من فرد به واستقل به فإنه من قبيل الضعف. روى ابن أبي الدنيا بسنده عن سعيد بن جبير التابعي الجليل تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة. وهذا الأثر صحيح، ما مقدار الدنيا في الآخرة إلا قليل، فمقدار الدنيا بالنسبة للآخرة كأسبوع بالنسبة إلى دهر الآخرة، أي أن الدنيا مهما طالت فمدتها يسيرة وشأنها إلى زوال وأمرها إلى انقضى أما الدار الأبدية السرمدية الباقية فهي الدار الآخرة. ولهذا قال جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة. والعلماء يقولون إن الدور 3: دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. أما دار الدنيا فهي فانية، وأما دار البرزخ فدار غير باقية،
لأن الله قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأما الدار الباقية الأبدية هي دار الآخرة. دار الدنيا العذاب والنعيم على البدن، كان لم يكن شيئا، ثم نطفة، ثم وليدا، ثم شابا جلدا، ثم كهلا، ثم يتردى إلى أن لا يكون شيئا. العذاب والنعيم على البدن، ويلحق الروح من ذلك نصيبه بالألم والفرح والحزن والسرور. دار البرزخ عكس دار الدنيا، النعيم والعذاب على الروح، وقد يلحق البدن من ذلك نصيبه. أما الدار الباقية فهي الدار الآخرة، والعذاب والنعيم على البدن والروح جميعا. العذاب والنعيم على ماذا؟ البدن والروح جميعا. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة. وفي الآخرة لا حد لها أبدا سرمدا، حتى العذاب على أهل النار مؤبد، أي غير منقضي. ولهذا ذكر الله لفظ التأبيد مع وصف الخلود لأهل النار في 3 مواضع في القرآن: في آخر النساء خالدين فيها أبدا، وآخر الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الموضع الثالث في آخر الجن، ففيها لفظ التأبيد لأهل النار. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل النار النار، وإذا دخل أهل الجنة الجنة، جيء بالموت على هيئة كبش. ما الكبش؟ ما هو الكبش؟ ها؟ الكبش هو الكبش، صح. فسر الماء بعد الجهد بالماء. ما الكبش؟ ها؟ هو ذكر الظأن، ذكر الظأن، وأنثاه تسمى شاتا. يقال يقول صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت على هيئة كبش، ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون بأعناقهم يظنون أن الفرج قد جاء، ويقال يا أهل الجنة فيطلعون يظنون أمرا آخر، ثم يذبح الموت الذي على هيئة كبش فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ما مقدار الدنيا من أولها إلى آخرها في عمرها ومدتها بالنسبة للآخرة إلا كجمعة كأسبوع بالنسبة للدهر كله؟ فيه نسبة، ليس هناك نسبة ولا تناسب. ويعتقد أهل السنة والجماعة أن نعيم أهل الجنة فيها دائم مقيم أبدا، لا يحول ولا يزول، وأن عذاب أهل النار الخالدين فيها عذاب مقيم أبدا. قال الله جل وعلا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما دائما سرمدا. وانحرف في هذه المسألة في بقاء الجنة وبقاء النار ودوامهما الجهمية والمعتزلة، فقالوا إن الجنة والنار لم تخلقا، وإذا خلقتا
فإنهما تفنيان على مدى الأعمار. قال ابن القيم رحمه الله حاكيا هذا القول عن الجهمية فقال عن جهم: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان، وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على الأيام فانيتان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال: الفنا يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. لأنهم خالفوا صريح القرآن، ففي القرآن يقول الله جل وعلا في الجنة: أعدت لمن؟ للمتقين. أعدت في الزمن الماضي وهيئت وزينت للمتقين. وقال في النار: أعدت للكافرين، وعذابهما عذاب النار ونعيم الجنة باقيا أبدا سرمدا. أما أثر سعيد هذا فما مقدار الدنيا عند الآخرة إلا كجمعة في الدهر، أي يسير. نعم. وقال ابن إسحاق، وهو محمد ابن إسحاق المؤرخ: حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اليهود كانوا يقولون: مدة الدنيا 7000 سنة، الدنيا يوما واحدا في النار، والأيام الباقية 7 أيام، ليس لنا في النار إلا يوما واحدا، وإنما هي 7 أيام معدودة، ثم بعد هذا ينقطع العذاب عنا لو عذبنا. وأنزل الله تكذيبهم في قوله جل وعلا: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل لهم يا محمد: اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده، أم تقولون على الله ما لا تفعلون؟ ولهذا هذا من كذبهم وافترائهم على الله سبحانه وتعالى. وكذبوا كذبا آخر لما قالوا ماذا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. وكذبوا كذبا آخر لما قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، نفعل ما نشاء وليس علينا حرج، ذنوبنا على غيرنا وحسنات غيرنا لنا. وكذبوا كذبا أعظم على الله جل وعلا لما قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وكذبوا كذبا آخر على الله أيضا لما قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم. وكذبوا على الله لما قالوا: إن الله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام تعب وأصابه النصب والإعياء فاستراح في يوم السبت. أكذبهم ربي عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما لحقنا تعب ولا نصب ولا إعياء. وكذبوا على الله جل وعلا كذبا عظيما لما نسبوا له الولد، وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وكذبوا على الله عز وجل بتكذيبهم رسله وعنادهم وكفرهم. نجاهم الله جل وعلا من فرعون فما كادت أرجلهم أن تيبس من البحر إلا ومروا على القرية ولهم فيها أصنام، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. افتروا وتعنتوا
لما قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لما قال لهم الله ادخلوا الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم زاد عنادهم ومكابرتهم وبهتهم، فقالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قتلوا أنبياء الله، كذبوا رسله، غدروا، فلا غرو أن يكذبوا على عباد الله ويقول لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. نعم. ولابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما كان منذ كانت الدنيا رأس 100 سنة إلا كان عند رأس 100 أمر، فإذا كان رأس 100 خرج الدجال ونزل عيسى بن مريم فيقتله. نعم، ابن أبي حاتم هو المحدث الشهير الحافظ صاحب الإمام أحمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم، له تفسير عظيم يعتبر من مصادر التفسير بالمأثور وبالأسانيد. تفاسير بالمأثور أشهرها 5: تفسير الحافظ ابن جرير وهو تأويل القرآن ويبلغ كم مجلدا؟ ها 30 مجلدا. قال لأصحابه ابن جرير أتنشطون على أن نفسر القرآن في 30,000 ورقة؟ قالوا يا أبا جعفر تنخرط دون ذلك الأعمار. فقال سبحان الله لقد ضعفت الهمم، فأملى عليهم التفسير في 3,000 ورقة، يعني في كم مجلد؟ 30 مجلدا. ومن عيون التفسير المأثور تفسير ابن أبي حاتم، وقد وجد بعضه وفقد أكثره. من عيون التفسير بالمأثور تفسير عبد بن حميد الكشي. من عيون التفسير بالمأثور أيضا تفسير البغوي، تفسير البغوي. ومن عيون التفسير بالمأثور تفسير الإمام أحمد في نحو 30,000 حديث، وقيل في 120,000 رواية، وقد اندفن هذا التفسير وليس له أثر. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما كان منذ كانت الدنيا رأس 100 سنة إلا كان عند رأس 100 أمر. هذا مبناه إما على اجتهاده وفهمه لما قرأ التاريخ، يحصل أمر عند هذه 100 سنة، ثم قال فإذا كان رأس 100 سنة خرج الدجال ونزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. وهذا مبناه ليس على محض الاجتهاد، الذي قبله يكون باستقراء التاريخ ودراسته والتأمل فيه، فللعقل وللاجتهاد مجال في هذا المقام. أما في المستقبل ليس للعقل والاجتهاد مجال فيه، لما قال إنه يحصل عند 100 سنة أمر، وأن الدجال سيخرج عند تمام 100 سنة. وهذا مبناه على علم الغيب، وابن عمر رضي الله عنهما لم يأخذ عن بني إسرائيل، لم يتلقى عنهم، فيكون هذا مما له حكم الرفع. وأما ما ذكر من نزول عيسى فيقتله فهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة تفصيلا، وجاء أصله في القرآن في آخر سورة النساء في قوله سبحانه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وفي قول ابن عمر إن الدجال يأتي في رأس 100 ليس معناها في 100 سنة بالتحديد،
يعني في أواخر هذه المئة، لكن الشأن كيف تحسب؟ هل تحسب من أول الهجرة ولا من البعثة؟ الأمر محتمل عندئذ. وعلى كل حال أوان وزمان خروج الدجال ليس بالبعيد، وعلاماته الحسية والمعنوية تضافرت ولم يبق منها إلا القليل. من علاماته ما رواه أحمد في مسنده، حديث الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد بإسناد جيد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. يذهلون، لم ينسوه، وإنما ذهلوا بانشغالهم عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، أي يتركون تحذيره من الدجال، وأشرفها منبر الجمعة الذي أوجب الله على الرجال المستوطنين شهودها، ومنبر الوعظ والدرس والإعلام، فإنه في غفلة الناس عنهم يخرج عليهم. وفي حديث النواس: إنه خارج خلة، أي فجأة، على حين غرة بين الشام وبين العراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. نعم. وله من حديث ولمسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يبرح هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وفي حديث عبد الله بن عمر السابق: إلا إذا كان عند رأسي المئة أمر، فإذا كان رأس مئة خرج الدجال ونزل عيسى بن مريم فيقتله. رواه أيضا الطبراني في معجمه الصغير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: إن الدجال ينزل على رأس مئة سنة، على رأس مئة سنة، فهذان صحابيان ذكرا ذلك، ومثل هذا له حكم الرافع. يبقى الكلام: هل هي تمام المئة من سني الهجرة أو من سني البعثة؟ والله أعلم. في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه، وقد رواه مسلم في الصحيح، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبرح، أي ما زال، لا يزال هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وهذه العصابة من المسلمين هم أهل الإيمان حقا، وأهل التوحيد صدقا، الذين اتبعوا الوحيين وفهموها وعلموها، فميزتهم أنهم أهل علم، علم بالكتاب العظيم القرآن، وعلم بالسنة النبوية الغراء، علما يطابق علم السلف الصالح، وعلى منهجهم وعلى سيرتهم وطريقتهم. لا يزالون، أي باستمرارهم، فإن قوله لن يبرح من أفعال الاستمرار، أي لا يزال أمر هذا الدين قائما، لأن الدين دين من؟ الدين دين من؟ دين الله، ليس دين الناس. الناس لهم الملك ولهم الدنيا ولهم الأولاد، أما الدين دين الله، والله حافظ دينه بنا إن كنا أهلا، أو بغيرنا إن لم نكن أهلا، والله حافظ دينه بعز عزيز أو بذل ذليل. وفي القرآن في المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم، والله واسع عليم. روى ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. الدين دين الله وهو محفوظ، الله حافظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويبشرنا عليه الصلاة والسلام أن هذا الدين محفوظ. بماذا يحفظ وبمن يحفظ؟ بهذه الطائفة، بهذه العصابة من المؤمنين. فقوله طائفة دل على كثرتهم، وقوله عصابة دل على قلتهم، ومعنى ذلك أنهم يأتي زمان يكثرون ويأتي زمان يقلون. شأنهم في الكثرة والقلة هو ثباتهم على هذا الدين واستقامتهم عليه. لا يضرهم من يناوئهم أو يسبهم أو ينفر عنهم أو يذمهم أو يحاربهم، لا يضرهم ذلك، بل ثابتون على هذا الدين. حتى لو حوربوا عليه ثبتوا وحاربوا من يحاربهم. إلى متى؟ قال هنا: حتى تقوم الساعة. هذه أكثر الروايات، هذه روايات وأكثرها حتى يأتي أمر الله. ما الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن هذه الطائفة الثابتة على القرآن والسنة، على دين الله قائمة به ظاهرة عليه، تبقى كذلك إلى أن يأتي أمر الله. ما أمر الله الذي يأتي؟ ها؟ الريح الطيبة التي من قبل الشام كرائحة المسك تقبض أرواح المؤمنين في آخر الزمان. متى؟ بعد موت عيسى وهلاك قبل ذلك الدجال وهلاك يأجوج مأجوج، فإنهم ينعمون بعد هؤلاء. ينعم عيسى ومن معه من المؤمنين 7 سنين تعاد فيها للأرض بركتها، وترفع الضغائن والبغضاء من النفوس، ويهنأ الناس هناء ونعيما لم ينعموا مثله ولم يسمعوا به. فيبعث الله جل وعلا عند ذلك ريحا طيبة كريح المسك، ملمسها كالحرير، تأخذ المؤمنين تحت آباطهم فتقبض أرواحهم، ولا يبقى مؤمن إلا قبضت هذه الريح روحه، ويبقى في الأرض شرار أهلها يتهارجون تهارج الحمر. وأما ما جاء في الروايات كما في حديث جابر بن سمرة هنا: حتى تقوم الساعة، يعني قرب الساعة. فالروايات يفسر بعضها بعضا، ويخصص بعضها عموم بعض، ويقيد بعضها إطلاق البعض الآخر. نعم. وله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. وله من حديث معاوية رضي الله عنه: يقاتلون على الحق ويقاتلون شر. نعم. هذا الحديث ساقه الشيخ بعدة روايات. سبق رواية عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، والآن ذكر حديث رواية جابر بن سمرة، ثم قال: وله، أي لمسلم في الصحيح، من حديث جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. فقال: لا تزال، إذن هذا من أفعال الاستمرار والدوام. طائفة أي جماعة ليست بالقليلة وإنما كثيرة، من أمتي. من هنا هل هي بيانية
أو تبعيضية؟ ها، تبعيضية. يجوز أن تكون بيانية ويجوز أن تكون تبعيضية. فهذه الطائفة من أي الأمم؟ هل هم من أمة اليهود أو المجوس أو النصارى أو الوثنيين؟ الجواب لا، من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا بيانها. ويجوز أن تكون من تبعيضية أنهم من بعض الأمة، ليسوا من كلها، هم من بعض هذه الأمة. ما شأنهم؟ شأنهم ماذا؟ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. في الرواية الأخرى عن معاوية يقاتلون على الحق. يقاتلون أي من ناوأهم وعاندهم وأراد أن يصرفهم عن دينهم. هذه الطائفة الناجية الظاهرة على الحق المنصورة من الله، هذه أوصافها في الأحاديث، هم طائفة ناجية وغيرهم هلكة في النار منصورة. من ناصرهم؟ الله جل وعلا. ظاهرة على ماذا؟ ظاهرة على الحق، على عدوهم. ينازعون أمر الدنيا فلا يبالون بذهاب الدنيا وذهاب المال. أما الذي هو أعز عليهم من الدنيا والمال والمناصب هو دينهم، فلا يقبلون المزايدة على هذا الدين، لا يقبلون المزايدة والمساومة على عقيدتهم وعلى دينهم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنهم على الحق ظاهرين. جاء في الرواية الأخرى لا يضرهم من لا يضرهم من خالفهم، كائنا من كان هذا المخالف، بعيدا أو قريبا، قويا أو ضعيفا، أحمر أو أسود، شرقي أو غربي، لا يضرهم لثباتهم على الحق ورسوخهم عليه وتمسكهم بدينهم. وهذه الطائفة ثابتة مع تعاور الفتن وتداومها وتتابعها. ما منشأ ثباتهم؟ ما مصدر ثباتهم على هذا الحق؟ هو قوة دينهم وصحة الحق الذي هم عليه. هذه الطائفة سيناوؤون ويعادون وتشوه صورتهم ويسبون ويظلمون إلى أن ينتهي الأمر بأن يقاتلوا. وهذا واقع في التاريخ، فإن أهل الإيمان حقا وأهل السنة صدقا يعادون من أعدائهم في الداخل والخارج. أعداءهم في الداخل أهل البدع والأهواء وأهل الضلال من فرق المسلمين الأخرى، يقاتلونهم، يكفرونهم، يبدعونهم. ومن أعداء المسلمين أنهم يرون أن هؤلاء الإسلام الصدق والإيمان الحق والاعتصام الصحيح بالدين، فيناوئونهم ويعادونهم. وهذه شواهد التاريخ تتكرر قديما وحديثا ومستقبلا. في رواية معاوية يقاتلون على الحق أي يذبون، ولو أدى ذلك إلى المجاهدة والمقاتلة، ذبا عن دينهم ودفعا عنه وحفظا لصيانته أن يتطرق إليه النقص. من هذه الطائفة؟ هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي تواترت معنا، بلغت مبلغ التواتر المعنوي، قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من عاندهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ثابتون، أي على دينهم. في حديث الغرباء: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أخرجه مسلم. من الغرباء؟ فسرهم بأنهم أناس قليلون في أناس كثيرين،
أنهم نزاع، أي أفراد من القبائل، أنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون في أنفسهم إذا فسد الناس، أنهم الذين يحفظون سنة النبي عليه الصلاة والسلام إذا غيرها الناس وبدلوها بالمحدثات والبدع التي يجعلونها دينا، هم يثبتون على السنة. وفي اللفظ الخامس هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من ديني ومن سنتي. طيب، الأحاديث جاءت في وصفهم أنهم مرة فرقة ناجية، طائفة ناجية، ومرة منصورة، ومرة على الحق ظاهرين، ومرة لا يضرهم من خالفهم، هل معناها أنها طائفة واحدة أو عدة طوائف؟ طائفة واحدة، لكن هذه أوصاف مختلفة متنوعة لهذه الطائفة. جاء في الأحاديث أيضا أن آخرهم، آخر هؤلاء، يكونون في بيت المقدس وأكنافه. متى؟ إذا قربت الملاحم العظمى بين المسلمين وبين اليهود وبين الكافرين. من أميرهم؟ أميرهم المهدي، وينزل عليهم عيسى بن مريم. في ذلك الوقت يكونون في بيت المقدس، ليس دون ذلك. ولهذا جاء في أحاديث الصحابة قول مطرف بن عبد الله بن الشخير: هم أهل الشام، يعني في ذلك الزمان، في أوان انقراض الدنيا وزوالها وانتهاء أمرها بظهور الأشراط الساعة الكبرى. سئل الإمام البخاري رحمه الله، قيل: يا أبا عبد الله، من هذه الطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرة، لا يضرهم من خلفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم؟ قال الإمام البخاري: أبو عبد الله، هم أهل العلم. هم من؟ أهل العلم. الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر هذا الحديث قال: إن لم يكن هؤلاء أهل الحديث فلا أدري من هم. وأهل الحديث الذين أفنوا أعمارهم وزهرة حياتهم وشبابهم في تنقية وتصفية ورواية ودراية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأنفاس رسول الله هي حياتهم، وكلامه وفعله هو هجيراهم في الليل والنهار، حتى أفنوا أعمارهم لأجل ذلك. قال أحمد: إن لم يكن هؤلاء هم أهل الحديث فلا أدري من هم. ولهذا قال الأول: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوه أنفاسه صحبوا، صحبوا أنفاس رسول الله لما نقوا ونقحوا ودققوا في حديثه رواية ودراية وفهما. ولهذا قال ابن القيم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين فقيه وبين قول فلان. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد بأهل الحديث أهل السنة والجماعة الذين اعتقدوا مذهب الحديث. ولهذا يقول المحققون من العلماء كالنووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في رواياته في مسلم، قال: ويجوز أن يكون هؤلاء أصنافا في فئة واحدة، فمنهم المجاهد في سبيل الله، ومنهم المنفق والمتصدق، ومنهم العالم والفقيه والمحدث، ويجمعهم جميعا أنهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. وهذا الذي قالوه هو حق، وهو ما اتفق عليه محقق العلماء، فإن هذه الطائفة الناجية هم أهل السنة والجماعة. من سماهم بهذا الاسم؟
من وصفهم بهذا الوصف؟ الذي وصفهم بهذا الوصف هو النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاسم فهو اسم الإسلام والإيمان، هذا الاسم. قال الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل في آخر الحج: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. أما وصف السنة والجماعة فهذا وصف، ولهذا لما ذكر صلى الله عليه وسلم حديث الافتراق قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. دل على أن افتراق هذه الأمة أمة الإسلام أكثر من افتراق اليهود والنصارى، كما أن افتراق النصارى أعظم من افتراق اليهود. من حذاقة الصحابة وحصافتهم وعلمهم ما قالوا: يا رسول الله، من هذه الفرق الهالكة؟ عدها علينا. لو عدها النبي عليهم لنسيها كثير من الناس، وإنما كان من فقه الصحابة وعلمهم أنهم قالوا: من هذه الفرقة الناجية يا رسول الله؟ من هي؟ فأيد النبي هذا السؤال وأقرهم عليه وأجابهم إليه، فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واليوم أي في عياتي وعهدي. ولهذا أهل السنة والجماعة آخرهم على ما كان عليه أولهم، الخط واحد، لم يغيروا، لم يبدلوا، لم يبتدعوا، لم يتزيدوا، وإنما على خط واحد، على خط نبينا صلى الله عليه وسلم وخط أصحابه. ولهذا جاء وصف أهل السنة، لأن الذي عليه النبي وعليه أصحابه ما هي؟ السنة، حيث قال: تركتكم على مثل هذه البيضاء، أي سنة واضحة بينة لا لبس فيها ولا خفا. تركتكم على مثل هذه البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، لأنه ترك البيضة وذهب للظلام، وسلك بنيات الطريق، وسلك السبل المخالفة لهذا السبيل القويم المستقيم، سبيل الإسلام والسنة. وقال في رواية: هم الجماعة، وقال في رواية: هم السواد الأعظم. معنى الجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولو قلوا، ومعنى السواد الأعظم أن عوام المسلمين فطرهم موافقة للسنة ولدين الله عز وجل، لما في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فأبواه، من أبواه؟ أمه وجدته، صح؟ أمه ومن؟ وأبوه، تمام. فأبواه يهودانه، أي يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه، يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه، يجعلانه مجوسيا، أو يسلمانه. ما في أو يسلمانه. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي هم الذين يغيرونه لهذه الأديان. ولم يقل أو يسلمانه، لأنه ولد على الفطرة التي هي الإسلام. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، قال الله جل وعلا: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين. إذن الجماعة هم السواد الأعظم الذي على الفطرة، والجماعة في الإسلام منضبطة. بماذا؟ بأصل أصيل،
لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة بالمعروف، ولو قل عددهم. فالعبرة ليس بكثرة العدد، لأن الله جل وعلا قال عن إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان إيش؟ أمة قانتا لله حنيفا. مع أن إبراهيم كان الموحد الوحيد في زمنه، وسماه الله أمة، لأن العبرة ليس بالكثرة وإنما العبرة بما هو عليه صاحبه. فقال صلى الله عليه وسلم في الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل القرآن والسنة، كلها أوصاف، أوصاف لمن ثبت على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، فآخرهم وأولهم سواء. غيرهم من الفرق آخرهم غير أولهم. الخوارج هل هم على منهج النبي؟ الجواب لا، خالفوا النبي في حياته وخرجوا على صحابته بعد موته، وما زالوا ويدعون أنهم من أهل السنة. وقل مثل ذلك في الروافض وفي القبوريين وفي القدرية وفي الجهمية وفي المرجئة، كلهم يدعي أنه من أهل السنة. فإذا حققت ودققت وفتشت وجدت أن السنة شرقا وهم غرب، خالفوا السنة وخالفوا القرآن، إما باتباع أهل الجهل أو اتباع الهوى أو بالعناد أو بالكسل عن العلم الذي يورث طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ هذه الآثار والأحاديث في ختام كتابه، كتاب في الفتن والحوادث، ويشير بهذا إلى نصيحتكم أيها المسلمون: يا من تريد النجاة من الفتن وتريد السلامة من غوائلها، يا من تريد أن يسلم لك دينك ويصح لك إيمانك، يا أيها المريد نجاة نفسه وغيره، تطلب النجاة؟ هذا العلم وهذا المنهج وهذه الجادة، فاطلب نجاة نفسك، انتسب حقا لهذه الطائفة الباقية المنصورة الظاهرة على الحق، استعصم بدينك، لا يصرفك عنه أنواع الفتن والمحدثات، سواء أكبرها وهو الدجال أو ما دونها من بقية الأشراط والعلامات التي يرقق بعضها بعضا. الثبات عليها بالعلم الذي يورث عملا، العلم بالوحي بالقرآن وبالسنة ومعه عمل، هذا الذي يثبت به صاحبه، وإلا فإنه ينساق يمنة ويسرة ويضل بحسب ذلك. ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: ائتوني بكتاب أكتب لكم عهدا لا يختلف الناس عليه من بعدي، وهو في سكرات الموت، فغشي عليه، فقال بعض الناس: لعله أدركه سكرة الموت وتلاحوا عنده. انتبه عليه الصلاة والسلام فقال: قوموا عني، قوموا عني. مات عليه الصلاة والسلام ولم يكتب كتابا. فقال بعض الناس: ويل للذين حرمون من هذا الكتاب. فقال ابن مسعود وهو الفقيه العالم بالقرآن وبالوحي: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، عليها ختمه ومهره وتصديقه، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يشير إلى ما جاء في الصحيح
أنه عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه فخط خطا مستقيما، قال هذا صراط الله مستقيم ليس معوج، واضح ليس بالخفي، بين ليس بالملتبس، وخط عن جنباته خطوطا، وقال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. قال ابن مسعود ثم قرأ قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم اسلك بنا وبإخواننا المسلمين صراطك المستقيم، اللهم ثبتنا على دينك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعله قائدنا وسائقنا إلى عوالي جنانك إلى الفردوس الأعلى، إخوانا على سر المتقابلين، صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم اجز مؤلف هذا الكتاب خير الجزاء، اللهم أعظم درجته وأعظم مثوبته، واجزه خير ما جزيت عبادك الصالحين. وتم الكلام في هذا المجلس 23 على كتاب في أحاديث الفتن والحوادث، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول هل هذه المقالة صحيحة؟ إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الأخبار أوسع من باب الصفات. المحفوظ أنهم قالوا إن باب الخبر أوسع من باب الوصف والتسمي، باب الخبر أوسع من باب الوصف والتسمي، فباب الأسماء والصفات باب توقيفي مرده على ثبوت الخبر في القرآن أو السنة. أما باب الإطلاق والإخبار باب واسع يصح أن نخبر عن الله بكل معنى صحيح. مثاله: لا يصح أن نسمي الله إلا ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، فلا نسمي الله بالقديم، القديم ليس من أسماء الله، ولا بالأزلي ولا بالموجود، عبد الموجود وعبد الدائم ليس من أسماء الله الموجود ولا الدائم، لأن باب الوصف والتسمي توقيفي. لكن نخبر عن الله جل وعلا بكل معنى صحيح، نخبر عن الله بأنه شيء، ولا نقول يا شيء اغفر لي ولا أسمي ابني عبد الشيء. قال الله جل وعلا في أول الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فنخبر عن الله بأنه شيء وأنه موجود، لكن لا نسميه ولا نصفه بالموجود ولا بالشيء. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. يخبر عن الله بأنه شخص، لكن ما يسمى بالشخص ولا يوصف بالشخص، وهذا لأن باب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي، والله أعلم. ما هي المنهجية التي توصون بها في دراسة مقالات الفرق؟ هذا تخصص دقيق لا يصلح أن يتناوله عوام المسلمين ولا مبتدئوهم في التعلم، إنما هو مقام العلماء الذين حفظوا من دين الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما به قوام دينهم، ليذبوا عن هذا الدين وعن هذا الحق الذي هم عليه ظاهرون بمعرفة مقالات مخالف هذا الدين، ليكشفوها ويبينوا زيفها ويذودوا ويناصروا السنة المحضة عنها، والله أعلم. ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ أنا سأجيبك بسؤال
إذا أردت أن تعد الدراهم، الريالات والدراهم والدنانير والدولارات والجنيهات، بماذا تعدها؟ بالمسبحة؟ يا جماعة، تبي تعد مليون ريال كيف تعدها؟ ها؟ تعدها بيدك وقلبك حاضر، أليس كذلك؟ لماذا بالتسبيح؟ تسبح بطرف لسانك وقلبك لاهي، لما لها قلبك احتجت للمسبحة تعد بها تسبيحاتك وتهليلاتك. هل اهتممت بتسبيح الله وذكره كما تهتم بالدرهم والدينار؟ فيكون قلبك حاضر مع لسانك، ولا تحتاج إلى عندئذ إلى مسبحة. ثم نحن خير أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله مسبحته طولها 10 أمتار، أليس كذلك؟ كم طول مسبحة النبي؟ متر فيها 99 خرزة. ما حمل مسبحة، إنما عقد تسبيحاته بأنامله، وهو أكثر عباد الله ذكرا لله، وأعظمهم ذكرا لله، وأعبدهم وأتقاهم وأخشاهم لله. لكن لما ذكرنا الله بطرف اللسان والقلوب لاهية، احتجنا للعدادات والمسبحات. ظهر الجواب؟ فلا حاجة إلى مزيد. ها؟ أي نعم. يقول في سؤاله: هل لحم الإبل في المقام محمود الذي مات. نجيب على ما تيسر من الأسئلة، والباقي بعد الصلاة إن شاء الله. هذا السائل يقول: هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ نعم، أكل لحم الإبل ينقض وضوء المتوضئ، ودليله ما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ يا رسول الله من لحم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: أنتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن لحم الإبل كلحم البقر ولحم الغنم والدجاج والسمك لا يتوضأ منه، وحجتهم في هذا أنه كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فهذه المسألة خلافية اجتهادية، لكن الأسعد دليلا والأصح ترجيحا أن تؤخذ النصوص جميعا والأدلة في مجموعها. فهذه الأدلة أنه آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء من مسته النار لفظ عام، الخاص منه ما أمر به من الوضوء من أكل لحم الجزور. ولما سئل أن أتوضأ من لحم الإبل قال: نعم. وسئل أن أتوضأ من لحم الغنم قال: إن شئتم. ومعلوم أن لحم الغنم كلحم الإبل كله يطبخ، لكن لما فصل في هذا وهذا دل على وجوب الوضوء من لحم الإبل. ثم إذا أكل إنسان من لحم الإبل وذهب مذهب من لا يرون الوضوء وصلى، صلاته صحيح، وصلاة من يصلي وراءه ولو كان يرى وجوب الوضوء صلاة صحيحة، فلا يلزم أن يتنافر وأن يتعادى هذا وهذا. هذه مسائل اجتهادية في فهم الأدلة، والعلماء كلهم مأجورون، لكن منهم من له أجران ومنهم من له أجر واحد، رحمهم الله جميعا، والله أعلم. يقول هذا السائل: هل يوجد طواف الوداع في العمرة؟ الصحيح أن العمرة لا يجب لها طواف وداع،
وإنما طواف الوداع في العمرة أمر مستحب خروجا من الخلاف. وطواف الوداع إنما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، أي بعد رمي الجمار آخر يوم، أهل الجنوب إلى جنوبهم والشرق إلى شرقهم والشمال إلى شمالهم، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام 3 عمر مفردات: عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها، وعمرة القضية والمقاضاة في السنة 7، وعمرة الجعرانة بعدما رجع من حنين، ولم يطف لعمره هذه طواف الوداع. والله أعلم. يقول: جاء في الأثر أن باب التوبة يغلق عند طلوع الشمس من مغربها، فمتى يكون ذلك؟ هل قبل الدجال أم بعده؟ والله أعلم أنه بعد الدجال، فإنه جاء في الحديث: إن بابا قبل المغرب مسيرته 70 سنة يقال له باب التوبة، فلا يغلق هذا الباب حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول عليه الصلاة والسلام مؤكدا هذا المعنى: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، أي تبلغ روحه الغرغرة أو تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس أغلق باب التوبة. وقرأ صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا والله أعلم أنه بعد الدجال، وهناك من قال إنه قبله، والمسألة محل تأمل ونظر. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا السائل يقول: قدمنا من الإمارات للعمرة على الطائرة، لكنها لم تنزل بجدة مباشرة، بل استغرقت 40 دقيقة بمطار المدينة لنحرم من ميقات المدينة، فهل علي فدية؟ إذا كانت الطائرة جاءت من مطار دبي أو أبو ظبي إلى مطار المدينة، فإن ميقاتكم عندئذ يكون ميقات أهل المدينة وليس ميقات أهل نجد الذي هو قرن المنازل أو قرن الثعالب. ويصدق عليكم عندئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. من جاء من أهل نجد أو أهل الإمارات أو أهل الهند على المدينة فحكمه حكم أهل المدينة، وكذا لو جاء اليمني إلى المدينة فحكمه حكم المدينة، فيحرم من ميقات ذي الحليفة سواء إذا مر بها أو إذا سامتها في الجو، فإحرامكم إنما هو من المدينة. فإن أخرتم الإحرام فلم تحرموا إلا من جدة، فعلى كل واحد أخر إحرامه إلى جدة عليه فدية، والفدية هي شاة أو 7 بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها. والله أعلم.
يقول: ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي وما حكم الدعاء فيها؟ الروضة ما هي؟ هي التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولهذا سميت بالروضة الشريفة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي هذه البقعة اليسيرة التي من المنبر غربا إلى جدار الحجرات شرقا. وكونها روضة من رياض الجنة لأن في هذا المكان في موضع إمامة النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة في محرابه وخطبته على منبره وتدريسه العلم ونشره السنة فيه، فاحت ريحة الإسلام وظهرت سنة خير الأنام على الآفاق، فهي روضة علم وروضة إيمان وروضة دين. وهذه الروضة يستحب أن يصلي فيها الإنسان ركعتين من النوافل ويدعو فيها أيضا، لأن الرسول أخبر أنها روضة من رياض الجنة. لكن في النسبة للفريضة، الصلاة في الصف الأول ثم الذي يليه أفضل من الصلاة في ذات الروضة، إنما الروضة الشريفة يصلى فيها النافلة، والله أعلم. يقول: ما هو حكم الدماء التي تخرج من المرأة وهي حامل في الشهر الرابع بسبب عدم استقرار الحمل؟ المرأة الحامل لا يخرج منها دم حيض، لأنه بإذن الله وتقديره ينقلب هذا الحيض ينقلب إلى غذاء للجنين في رحمها. واختلف العلماء فيما ينزل على المرأة في الشهر الأول من حملها، إذا نزل دم يشبه دم الحيض هل يعتبر حيض أو لا يعتبر؟ أما ما ينزل في الشهر الأول فإن كانت صفاته صفات الحيض الأربعة، وهي أولا أنه دم يجري، ثانيا أن لونه غامق بني أو أسود أو أحمر غامق، ثالثا أنه ثخين ليس خفيفا، رابعا أن له رائحة يعرفها النساء، فيعتبر هذا الدم في الشهر الأول من الحمل حيضا. أما في الشهر الرابع والثالث وما بعدها فما نزل من المرأة في رحمها لا يعتبر دم حيض، له أحكامه، وإنما هذا يسمى في عرف الأطباء الآن بالنزيف، ويسمى عند العلماء بالوساخة والاستحاضة، فهذا لا يعتبر حيض. وتتوضأ لكل صلاة حتى ينقطع، والله أعلم. يقول: أنا جئت من الأردن وأديت عمرة، هل يجوز لي أن أؤدي عمرة ثانية وأحرم بها من مسجد عائشة؟ إذا أتى الإنسان في سفرته بعمرة واحدة فالأفضل له الاقتصار عليها، وأن لا يأتي بعمرة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، إنما يقتصر بالعمرة التي أنشأ السفر لأجلها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه ما جعل في سفرته إلا نسكا واحدة. وكذا أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعامة الصحابة إنما اكتفوا بعمرة واحدة، وهذا الأفضل والأعظم أجرا والأوفق لهديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. أما إذا قال الإنسان: أنا نفسي تريد عمرة أخرى، أو سأجعل العمرة الثانية لأحد أمواتي، إما أمي أو أبي أو جدي أو جدتي، فنقول: لا مانع أن تأتي بالعمرة الثانية لكن بعد مدة من العمرة الأولى. وأقل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيما بين العمرتين ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن بين العمرتين قدر ما يحمم رأسه، لو حلق رأسه بالموس
كم يوما يحتاج إلى أن يصبح رأسه أسود كالحممة؟ تقريبا 5 أيام، ولهذا بين العمرتين أقل ما يكون 5 أيام. بناء على ذلك ولا يأتي بعمرة ثالثة، إنما العمرة الثالثة ينشئ لها سفرا آخر. من أين يحرم من كان في مكة بالعمرة؟ يلبس ملابس الإحرام في بيته، في الفندق، في شقته، يغتسل في بيته، ثم يذهب إلى الحل، وأقرب الحل إلى الكعبة التنعيم. فإذا ذهب هناك وهو في السيارة لبيك عمره ويأتي، لا حاجة أن ينزل فيصلي ركعتين أو يغتسل في مسجد عائشة، وإنما عند الباب وهو في السيارة لبيك عمره ثم يرجع يتم عمرته. والأفضل الإحرام بالعمرة إثر فريضة، وليس للإحرام صلاة مستقلة كما يشتهر عند الناس، إنما الأفضل أن يجعل عمرته بعد فريضة، إحرامه بالعمرة بعد فريضة، كما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام بحجته بعدما صلى صلاة الظهر في ذي الحليفة، والله أعلم. يقول: ما حكم قبض اليدين في الصلاة، وما حكم السدل، وما حقيقة قول ذلك عن الإمام مالك؟ القبض اليمنى على اليسرى في الصلاة أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قبض اليمنى على اليسرى من واجبات الصلاة، حيث أمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا يضع اليسرى على اليمنى نهاه، وحمل اليمنى فوضعها على اليسرى، فهذا هو مأمره عليه الصلاة والسلام، وأمره يقتضي الوجوب. وأما السدل في الصلاة فهذا خلاف سنته أولا، وخلاف أمره صلى الله عليه وسلم ثانيا، فيكون السدل في الصلاة والحالة هذه معصية لرسول الله، وأيضا خلاف سنته. ويسأل أخونا عما ثبت عن الإمام مالك، نقول: الإمام مالك صلى الله عليه وسلم، صح؟ لماذا؟ لأن الإمام مالك ليس بنبي، وإنما هو عالم وإمام كبير من أئمة الإسلام رحمه الله، ومالك كأحمد وكالشافعي وكأبي حنيفة وكغيرهم يصيبون ويخطئون. والإمام مالك رحمه الله الثابت عنه القبض كما في رواية محمد بن القاسم وغيره عنه، وإنما صلى سادلا لأنه افتتن وجلد، فما استطاع حمل يده، فظنه مقلدته أن هذا هو الأفضل. إذن الواجب والسنة هو قبض اليمنى على اليسرى، تأسيا بمن علمنا الصلاة والقائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، اللهم صلي وسلم عليه، والله أعلم. يقول: بلغني وأنا في العمرة أن زوجتي قامت بإجراء عملية جراحية، أسألكم جزاكم الله خيرا الدعاء لها. كثرت الأسئلة يا أخواني اليوم وغير اليوم تطلب الدعاء، إما لأبيه أو لأمه أو لزوجته أو لقريبه، والأفضل أن يدعو الإنسان بنفسه، هذا الأفضل، لأن دعاء الإنسان عبادة، والله جل وعلا ليس بالبعيد، وإنما قريب يسمع دعوة الداعي ويجيبه. ولم يجعل الله جل وعلا بينه وبين عباده الداعين وسائط، لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من العلماء ولا من الرسل ولا من الصالحين، وإنما يتجه الإنسان بقلبه ويعلق عقيدته وقلبه على ربه سبحانه وتعالى، ثم يحسن بالله ظنه ويؤمل من ربه أنه يجيب دعوته. والله جل وعلا وعد الداعين بالإجابة، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء والذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي أخفضوا أصواتكم ولا تبالغوا في رفع أصواتكم، اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم أي لا يسمع ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يسمع دعوة الداعي ويرى مكانه وحاجته. وأنت أدعو ربك خصوصا إذا سمعت عن حبيبك وقريبك والعزيز عليك حاجة لمرض أو لكبر أو غير ذلك، ونحن ندعو له وندعو للمسلمين. وهذا مما يرجى أن الإنسان إذا دعا لإخوانه في ظاهر الغيب أن يؤمن على دعائه ملك من الملائكة عليهم السلام. لكن لا تعلق قلبك بغيرك أو بدعوة غيرك، إنما أدعو أنت واجعل قلبك متعلق بربك سبحانه، لأنك بهذا تعبده بدعائه. والله أعلم. يقول: ما هو حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟ أنا أشوف أن السؤال هذا تكرر كثيرا، فإن كان السائل أو السائلون يسيئون الظن بي فلا يجوز لهم ذلك، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا تسئ ظن بالمسلم يا أيها المسلم، فإن أسأت الظن تحملت وزرا، فكيف إذا كانت إساءة الظن بطلبة العلم وأهل العلم؟ لا تسئ ظنا في العلم يا فتى، إن سوء الظن في العلم عطب، لا يزهدك يا أخي في العلم أن غمر الجهال أرباب الأدب. وحلق اللحية وتقصيرها حرام، فقد أمر صلى الله عليه وسلم في 5 أحاديث كلها في الصحيحين عن ابن عمر وغيره: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم التصوير وسمعت من هيئة كبار العلماء بالتحريم حتى تصوير الكاميرا؟ إذن لما سمعت من الهيئة التحريم لماذا تسأل عن حكمه؟ لما تسأل عن حكمه وقد عرفت حكمه؟ هذا لا يصلح أن يسأل الإنسان عن شيء يعلم حكمه، إلا إذا كانت في نفسه غضاضة أو حاجة يريد أن يثبتها أو يبثها. التصوير الفوتوغرافي أو بالديجيتال الرقمي إذا كان لحاجة فهو جائز، ولهذا أجازت هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء أجازوا التصوير للحاجة في الأوراق الثبوتية والجوازات والرخص والتوابع، وكذلك في إثبات الجرائم وبث العلم، لأن هذا مما حاجته ظاهرة ونفعه متعدي. الممنوع التصوير للذكرى، التصوير للتعظيم، التصوير ليحفظها في البومات، هذا حرام لعموم حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: أشد عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله. والله أعلم. يقول: المرض النفسي عذاب شديد جدا ينقص فيه الإيمان نقصانا شديدا، خوف ورهبة ووسواس من كل شيء، هل أتداوى بالعقاقير أم أنه ابتلاء أو عقاب؟ أما أنه ابتلاء أو عقاب الله أعلم، الذي بينك وبين الله، قد يكون عقاب لما كان منك من تفريط بأمر الله،
وتضيع لفرائضه وارتكاب لمحرماته ونواهيه، والإنسان يبلى بسبب ذنوبه. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. وقد يكون ابتلاء من الله لك لينظر ما تصنع، هل تستسلم للشيطان وتذعن لوسواسه، أم أنك تجاهده وتكافحه بقوة إيمانك واعتمادك على الله جل وعلا. وهذا الوسواس الذي ذكر منه السائل هذا الألم والأذى الشديدين علاجه سهل جدا، علاجه بأن تقوي قلبك وتقوي إيمانك وتصحح اعتمادك على ربك جل وعلا. الوسواس منين؟ من الشيطان. يلعب الشيطان عليك حتى يوسوس لك ليشغلك في العبادة. وأنا أسألكم يا أخواني، الذي لا يصلي سمعتم أنه وسوس؟ ها؟ ليش ما يوسوس هذا اللي ما يصلي؟ الذي لا يصلي ما يوسوس لا في الوضوء ولا في الخارج من السبيلين ولا في صلاته ولا حتى في علاقته بزوجته، لأن الشيطان غسل منه يده وأصاب منه مراده. فإذا عجز الشيطان أن يصرفك عن صلاتك جاءك في الوسواس فيها، وأنت في هذه الحال تضعف له لأنك لم تحتسب أنه جاءك من هذه الجهة، أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. الوسواس يأتي للإنسان في 5 مراحل. أول ما يبدأ بالوسواس في الخارج من السبيلين، خصوصا في الريح وفي البول. يجيه الشيطان يهيئ له أنه خرج منه ريح وخرج منه قطرات، يقول أنا شفتها، ويذهب يفتح سرواله ولا يفتح على أعلى ذكره، يقول هذه الرطوبة شفتها، لأن الشيطان أوهمه. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن شيطان خاص بالوضوء يسمى بالولهان. وقد شكى الصحابة رضي الله عنهم إليه، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد أن يحس ويتوهم أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أم لا. قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف من صلاته حتى إيش؟ يسمع صوتا بوم مدفع، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، جاء في رواية عند الإمام أحمد والطبراني زيادة تفسير، قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر المصلي، يريه أن يهيئ له أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء، يتوهم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الموسوس نفسه تضعف هنا، يقول لا أنا خرج مني، أنا حسيت، أنا كذا. نقول إذا تبولت فخذ سطلا من الماء ورشه عليك وعلى سروالك، فإن وجدت الرطوبة فهي من هذا الماء الذي رششته. 2-3 أسبوع ينقطع هذا عنك. إن استرسل معه الوسواس جاءه في الوضوء، فصار قهريا يغسل يديه، يتمضمض، يستنشق، يغسل وجهه، ثم يغسل يديه المرفقين، يقول لا أنا ما تمضمضت، أنا ما غسلت وجهي. أو يقيم من يراقبه، وهذا مرض نشأ من إيه؟ من عدم ثقته بنفسه ومن لعب الشيطان بقلبه. فهذا الذي بلي بهذا الوسواس في الوضوء نقول توضأ مرة واحدة بس، غسلة واحدة، وينقطع الوسواس عنك. إن استرسل معه الوسواس انتقل معه إلى الوسواس في الصلاة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن للصلاة شيطانا يقال له خنزب،
مخصوص بالوسوسة في الصلاة، يكبر الله أكبر، وبعضهم الله الله، فيركع الإمام هو ما زال في الله أكبر أكبر الله، أو الحمد 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 لله الحمد لله، حتى يكبر الإمام. هذا مريض لعب الشيطان عليه فأوهمه أنه لم يقرأ ولم يركع ولم يسجد، وهذا مأمور باطراح هذا كله ويتابع إمامه. إن وجد ذلك في صلاته فليفعل وصية النبي عليه الصلاة والسلام، يلتفت يسارا قليلا ثم يتفل ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان ووسواسه، أعوذ بالله من الشيطان ووسوسته، يستعيذ بالله ثلاثا ويتفل عن يساره ثلاثا، مو يلتفت لليسار عليك، ترى هذا مجنون نوديه للمستشفى. لاحظتم يا أخواني؟ وقد وجد مثل هؤلاء المساكين، إن استرسل الوسواس معه ولم ينكف انتقل الوسواس إلى علاقته بالناس، خصوصا بزوجته، وأشغلون وأشغلوا المشايخ. يقول: أنا قلت لزوجتي طا يعني طالق، وناديت صاحبي طارق، وأنا قصدي أن امرأتي طالق. نعم يا أخواني، احمدوا ربكم على العافية، هذا موجود، لأنه استرسل مع الوسواس في الخارج من السبيلين، ثم في الوضوء، ثم في الصلاة. ومبلغ الوسواس مرحلته الخامسة التي هي أعلاها وأشقاها وأفضعها، وهو وسوسته في الله جل وعلا. لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. فإذا وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله، ولينتهي، لا يسترسل معه. وقال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ومخلوقات الله، ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. وشكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه الشيء العظيم ما يتمنى أن يخر من السماء ولا يتحدث به. قال عليه الصلاة والسلام: أوجدتم ذلك؟ أحسستم بهذا؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. من وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. هذا علاج الوسواس، أن تقوي نفسك وتعتمد على ربك وتفزع إلى ذكره، فإن الشيطان يهرب من ذكر الله. تقول: نفسي ما زالت مريضة وضعيفة. اقرأ عليها، اقرأ على نفسك القرآن، فإنه حرز، إذا استمر ضعفك تحتاج عندئذ إلى العلاج الطبي من المتخصصين الذين يقوون نفسك الضعيفة حتى لا يتسلط عليها الوهم ويلعب عليها الشيطان. هذا خلاصة تأصيل ما في الوسوسة، والله أعلم. زادت هذه، ها؟ لا يجي شيء، خلاص. السائل يقول: ما معنى قول الإمام البخاري رحمه الله: فعل الله صفة الله؟ فعل الله هي صفاته الفعلية، كغضبه سبحانه ورضاه ونزوله واستوائه، أي ما يفعله من الأفعال فإنه من صفاته الفعلية التي يفعلها إذا شاء. وقوله فعل الله صفة الله أنها من صفاته، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم من حيث تعلقها إلى قسمين: صفات ذاتية، وهي الملازمة لذات الله أزلا وأبدا لا تنفك عنه، مثل حياة الله صفة ملازمة، ما يمكن يأتي وقت الله ليس بحي، ومثل علم الله وكلام الله وسمعه وبصره ووجهه
فهذه صفات ذاتية ملازمة لذاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الصفات متعلقة بفعل الله بإرادته واختياره، ولهذا تسمى بالصفات الفعلية وتسمى بالصفات الاختيارية التي يفعلها إذا شاء. مثل ماذا؟ غضب الله، هل الله في كل وقت غاضب؟ الجواب لا، يغضب سبحانه إذا شاء ويرضى إذا شاء وينزل إذا شاء ويكره إذا شاء ويحب إذا شاء، فهذه صفات مرتبطة بمشيئته، فهي الصفات الفعلية الاختيارية، والله أعلم. هل الباقي من أسماء الله الحسنى وما هو الدليل؟ اختلف العلماء فقيل إن الباقي من أسماء الله، ولا أعرف عليه دليلا إلا حديث الترمذي في رواية الوليد بن مسلم لما سرد الأسماء الحسنى في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء ثم سردها. وقد نص الحفاظ والمحققون على أن سرد الأسماء الحسنى في رواية الترمذي أنها مدرجة من هذا الراوي وليست من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ المدرج معدود من الألفاظ إيش؟ الضعيفة. أما الاسم الصحيح فهو اسم الأول والآخر والظاهر والباطن، فإن الباقي يعني الآخر، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، والله أعلم. يقول: شاب تزوج فأهدى له والده بيتا، وبعد وفاة والده طالب إخوته نصيبهم من هذا البيت، فهل لهم ذلك؟ هذا الأمر يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، لأن هذه ليست فتوى وإنما هذه خصومة ومنازعة، والمفتون لا يتكلمون في أمور المنازعات والخصومات. الخصومات والمنازعات وين محلها؟ عند القاضي الشرعي في المحكمة. وإفادة لكم وللسائل، إذا كان الوالد أهدى ابنه هذا البيت في حياته مؤبدا وجعل الصك باسمه وأشهد عليه فليس لإخوته نصيب فيه، أما إذا أهدى الوالد ابنه البيت يسكنه مدة حياته، مدة حياة الوالد، فيقول أسكن بهذا البيت، فعندئذ بمجرد موت الوالد أصبح المالك لهذا البيت من؟ الورثة. ولهذا قلت لهذا السائل يرجع مع إخوانه إن لم يصطلحوا ويتراضوا إلى أين؟ إلى المحكمة الشرعية، والله أعلم. يقول: ماذا عن حلق الرأس في عمرتين، واحدة لي والثانية للجدة رحمها الله؟ نعم، إذا بقيت بين العمرتين 5 أيام تجد ما تحلقه في رأسك، أما تحرم بالعمرة عنك الصبح وعن جدتك في الليل وين تجد ما تحلق من شعرك؟ ولهذا أقل ما بين العمرتين قدر ما ينبت شعر رأسه فيحمم، والله أعلم. والحلق في العمرة الأولى والحلق في الثانية أفضل من التقصير، لأنه دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3، اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين؟ قال: في الرابعة وللمقصرين، والله أعلم. هذا غير واضح. يقول: من ضاع حذاؤه في الحرم هل يجوز أن يأخذ من الأحذية التي يرميها عمال النظافة في القمامة؟ وهل يجوز أن آخذ حذاء بدون علم صاحبه ثم أرده؟ أخاف تحط عينك على الحذاء الغالي، فهذه سرقة ونهبة، انتبه. لما كان الحرم يفد إليه الجم الغفير من الناس، الزائرون والطائفون والمعتمرون والمصلون،
مظنة هذا أن يضيع تضيع أحذيتهم، فإن ضاع حذاؤك أو أنك وضعته في مكان ونسيته ثم خرجت، الأكمل لك أن تمشي حافيا إلى أن تأخذ حذاء آخر. لكن إذا وجدت من الأحذية التي جمعها رجال النظافة وكوموها عند الباب ليحملوها إلى المزابل، يجوز أن تأخذ منها، خصوصا الأحذية الرخيصة، لأن هذه مآلها إلى الزبالة والنفايات، تأخذ منها ما تسد به حاجتك، والله أعلم. أما أن تأخذ حذاء بدون علم صاحبه ثم ترده فلا، ليس ذلك إليك، ليس ذلك إليك، والله أعلم. سمعنا كثيرا من حضراتكم عن الحب في الله والتجاوز، فمتى يكون البغض في الله حتى نكمل أوثق عرى الإيمان؟ نعم، الحب في الله من أوثق عرى الإيمان. قد روى الإمام مالك وغيره بإسناد صحيح حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ما جمعهم حب إلا في ذات الله، لا نسب ولا مصلحة ولا وطن ولا منفعة. وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاورين فيا وللمتبادلين فيا، بذل بعضهم لبعض الجاه والمال والكرم لذات الله لا للمدح والثناء. وهؤلاء على منابر من نور عن يمين الرحمن سبحانه، وكلتا يديه يمين، من يغبطهم؟ الأنبياء والصالحون والشهداء، لعظيم هذه المنزلة. والبغض في الله كذلك من أوثق عرى الإيمان. وتقرؤون في آية المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يحبون من قلوبهم، لأن المودة محبة القلب، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا أقرب قريب. وفي أول الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيش؟ أولياء تلقون إليهم بالمودة. عدو الله أعظمه الكافر المشرك، وهم دركات في كفرهم، لا يجوز أن يحب، وإنما يعادى لكفره وشركه وعناده. ولهذا الناس في باب العداوة أقسام ثلاثة: قسم لهم عداوة تامة وكاملة، عداوة قلب وبغض، وهم الكفار والمشركون، ومنهم المنافقون والملحدون. وقسم لهم ولاية كاملة، وهم الأنبياء والمرسلون عليهم السلام والصديقون والصالحون. وقسم لهم عداوة من وجه ومحبة من وجه، بغض من وجه ومودة من وجه، وهم عصاة المؤمنين، فساق المؤمنين، من هو مؤمن ويقع في بدعة لا تخرجه من الملة، فتحبه وتوده لأجل إيمانه، وتبغضه وتعاديه لأجل بدعته وفسقه وعصيانه، والله أعلم. ما هو الأفضل، الدعاء على الظلمة وأعداء الإسلام أم الدعاء لهم بالهداية؟ الأفضل الدعاء لهم بالهداية، الأفضل الدعاء لهم بالهداية. ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أئمة المشركين وصناديدهم: اللهم إلعن فلانا وفلانا وفلانا، وعد من؟ سهيل بن عمرو وأبا البختر بن هشام وعبد الله بن ربيعة، قال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هؤلاء الذين سماهم النبي بأسمائهم، منهم من من الله عليهم كسهيل بن عمرو، وقام في الإسلام موقفا كفر ما كان من سابقته، وأبو البختر بن هشام
ولهذا الأفضل والأكمل أن تدعو لهم بالهداية. فإن دعوت لهم بالهداية وكان ظالما غاشما وتحول بسبب دعوتك إلى مؤمن صالح لك أجر صلاحه إلى أن يموت. ودك بالأجر ولا ودك ينقص أجرك؟ هذا من جهة. أما من ظهر ظلمه ظهورا عظيما وأذاه للمؤمنين فيجوز أن يدعى عليه مع بقاء الأفضل أن يدعى له بالاستصلاح، استصلاح الحال. واضح يا أخواني؟ وهذا فيه أن ديننا دين رحمة. الجنة ما هي بضيقة يا أخواني، نتمنى كل عباد الله في الجنة، تسعنا حنا وإياهم. ولهذا مبنى هذه الرحمة على إحسان ظنك بالله. وهذا ولو كان ظالما غاشما كافرا معاندا فإنه الأفضل أن تدعو له بالهداية مع جواز من ظهر ظلمه وبغيه وعدوانه أن يدعى عليه، هذا جواز، لكن الأفضل أن يدعى له بالهداية. والله أعلم. لكم في رسول الله أسوة حسنة. أبو جهل، هل هناك أحد أشد منه في الأمة عنادا وكفرا؟ تعرفون أحدا أشد منه؟ أما أنا فلا أعرف أحدا أشد من أبي جهل في العناد، ولهذا سماه النبي فرعون هذه الأمة. دعا له النبي ولا ما دعا له؟ اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين، أحب العمرين إليك، اللهم صلي وسلم عليه. نعم. هل يجوز تكرار آية من سورة الفاتحة في الصلاة أكثر من مرة؟ أما هذا في غير الفاتحة، إذا كنت تصلي لوحدك فلا بأس أن تكرر الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لوحدك، أما تصلي بالناس فلا تكرر إلا إذا كنت موسوسا، فلا يجوز للموسوس أن يكرر الآية أكثر من مرة، لا يجوز، ليسد هذا الباب باب الوسوسة. والله أعلم. ما حكم المرور أمام المصلي في الحرم خاصة خلف المقام من رجال ونساء؟ من صلى في طرقات المسلمين ومشاياتهم فليست له حرمة، هو الذي تعدى على حق إخوانه، يصلي في المطاف، يصلي في المسعى، يصلي في مشيات الأبواب، هذا هو المفرط وهو المتعدي على حق إخوانه المارين والطائفين والساعين، وهذا ليست له حرمة، وهو الآثم، هو الآثم. أما الصلاة في أماكن الصلاة فلا تمر بين يدي المصلي، وإني أرى بعض المصلين للأسف لا يهنأه إلا أن يمر الصف من طرفه إلى طرفه، يقول أريد أن أخرج، يقول أخرج، أخرج بالعكس طولا لا تقطع الصفوف لئلا تتحمل الإثم، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40، هذا في الصحيحين، روى البزار 40 عاما في مسنده، وهذا اللفظ عام يشمل المسجد الحرام وغيره. لكن إذا كانت الصلاة فرضا وتصلي خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن وراءه، ولو مر في أثناء الصفوف امرأة أو كلب أو حمار فلا يقطع الصلاة. خرج ابن عباس رضي الله عنهما من المدينة، استغفر الله، خرج ابن عباس من مكة يوم أيام منى في الحج على أتان، ما الأتان؟ سيارة لكزز، الأتان هي أنثى الحمار، أنثى الحمار، من مكة منزل أهله منزل أبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى في الحج، فقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فنزل من على أتانه ودخل في الصف ومضى الأتان يمشي بين الصفوف. الحمار يقطع الصلاة ولا ما يقطعها؟ الحمار
يقطع الصلاة، لكن لما كان النبي يصلي بهم إماما فسترته الإمام سترة لمن وراءه ولا يضرهم من يمر بين الصفوف، والله أعلم. يقول: ورد في القرآن آيات كثيرة تذكر أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فما هي اليمين المقصودة في القرآن وما هي الشمال؟ اليمين مفسرة في الآيات بمن هم يمين آدم ويسار آدم، فإن الله جل وعلا حشر ذرية آدم، فمن كانوا على يمينه فإلى الجنة ومن كانوا على يساره فإلى النار، ولهذا أصحاب اليمين من يأخذون كتبهم يوم العرض على الله بأيمانهم، وأصحاب الشمال من يأخذون كتبهم يوم العرض بشمائلهم أو من وراء ظهورهم. ودخل في أصحاب اليمين من هم أكمل أصحاب اليمين، هم المقربون السابقون الأولون، والسابقون السابقون أولئك المقربون، هذا الذي في آية سورة الرحمن، وليس المراد عن يمين الرحمن وشماله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أنا كثير رائحة الإبط ويؤذي ذلك المصلين، هل أعتزل المصلى؟ لا يا أخي، وإنما نظف إبطيك وعالج نفسك، والحمد لله الآن أنواع من الأدوية والعلاجات والكريمات والبودرات التي تقطع الرائحة، فأنت عالج نفسك من هذه الرائحة، عالجها بنفسك، فإن عجزت فراجع المختصين في الأمراض الجلدية، ونظف إبطيك بإزالة الشعر، فإن أعظم الروائح إنما هي من الشعر، لكن الذي يترك الجماعة من به داء البخر مرض في لثته ينتج عنها روائح كريهة جدا يتأذى منها المصلون، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فمن كان فيه رائحة البخر الناشئة من لثته أو من خيشومه ويؤذي الناس، هذا لا يشهد الجماعة معه حتى يعالج نفسه من هذا. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث ذات الروائح الكريهة الخبيثة أن يتجنب الصلاة. طيب ليش يشرب دخان؟ من باب أولى، لأنه أتى معصية ونكد رائحته وآذى المصلين. أنا مرة في الصلاة جاء مدخن وصلى بجنبي، فعجزت أن أتم صلاتي حتى قطعتها وانتقلت إلى جهة أخرى من شين رائحته وفظاعتها. الله يعافي مبتلى المسلمين. يقول: كنت مسافرا فوجدت الإمام يصلي العشاء ونحن قد صلينا المغرب وأردنا أن نصلي العشاء قصرا، فصلى زميلي ركعتين ثم جلس، حتى جلس الإمام في الركعة الرابعة ثم سلم معنا وأنا صليت معه أربعا، فمن الذي صواب منا؟ أنت الصواب الذي أتممت الصلاة أربعا خلف الإمام المقيم، أما صاحبك الذي صلى ركعتين وجلس فمره فليعد صلاة العشاء، لأن صلاته بطلت بعدم إتمامها مع الإمام. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة؟ قال رضي الله عنهما: تلك السنة تلك السنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن صلى مسافرا خلف إمام مقيم فيتم صلاته حسب صلاة المقيم. هل صحيح أن الدواعش أصلهم كفار مشركين؟ من هم الدواعش؟ الدواعش هم غلاة الخوارج المنسوبون إلى ما يسمى الآن بالدولة الإسلامية في الشام والعراق، وهؤلاء غلاة الخوارج، القاعدة خوارج،
والنصرة خوارج، والداعي والدواعش غلاة هؤلاء، وليس أصلهم مشركين، لأن أصلهم من أبناء المسلمين وشبابهم المغرر بهم الملعوب على عقولهم وعلى عقائدهم حتى صير لهم الباطل حقا وشبه لهم الحق بالباطل حتى كفروا المؤمنين وسفكوا دماءهم وفجروا فيهم وقتلوهم، فهم أصلا من أبناء المسلمين ومن شبابهم. نعم، الذي يخطط لهم ويدبر خبثهم ومكائدهم أعداء المسلمين من المنافقين ومن الكافرين، ولهذا الذي وراء هؤلاء الخوارج قديما في عهد الصحابة وراءهم عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي أراد إفساد دين النبي صلى الله عليه وسلم كما أفسد سلفه بولس دين عيسى، والمعاصرون وراءهم مخابرات دول وتنظيمات عالمية تريد أن يبقى المسلمون في قلاقل ومحن ويشغلوا بأولادهم وشبابهم تحت طائرة التكفير بغير وجه حق، ودعوى الإمامة والحاكمية ودعوى مقاتلة الكفار، فسلم منهم الكفار ولم يسلم منهم المصلون في المساجد ولا الراكعون ولا الساجدون. وأما حكم العلماء في هؤلاء فإن حكمهم فيهم ناشئ من حكم العلماء في الخوارج، وجماهير الصحابة لم يكفروا الخوارج الأوائل، حتى قال علي رضي الله عنه لما سئل عن أهل النهروان الذين قاتلهم وجاهدهم حتى استأصل شأفتهم، أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا، فعدهم بغاة ولم يعدهم من الخوارج إلا واحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حكم على الخوارج بالكفر، وهو الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان، قال إنهم كفار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هم كلاب النار. هذا الحكم في الأوائل، من جاء بعدهم من الخوارج وأصلت أصولهم وطردت مناهجهم وافتراقاتهم حكم العلماء عليهم جمهور العلماء على أنهم كفار، أنهم كفار في الجملة من حيث الإجمال لا من حيث التعيين، فلان بن فلان وفلان بن فلان. وممن كان يفتي بهذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وناقشناه في هذه المسألة قال لأن ظواهر الأدلة تدل على كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين، ومروقهم يعني خروجهم من الدين، وأنهم يمرقون بسرعة، ولهذا مثله مروق السهم من الرمية، ولأنه قال هم كلاب النار، ولأنه قال عليه الصلاة والسلام لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعاد من هم؟ الأمة المشركية التي سلط الله عليها عذابهم. وقال فيهم أيضا هم شر قتلى تحت أديم السماء، وقال إنه يخرج بقيتهم فيتبع الدجال، وهذا يدل على كفرهم، وهذا هو أظهر قولي العلماء في عامة الخوارج، فالدواعش وغلاتهم من باب أولى، والله أعلم. يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى نساء في النار يعذبن وهن كثر، فهل حاسبهم الله على ذنوبهم ثم أدخلهم النار، أو أنهم في قبورهم، أو أنهم بعثوا من قبورهم؟ يا أخي، أنت خلطت بين حديث الإسراء وبين ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه في الأرض، فإنه رأى في منامه نساء معلقات من أثدائهن يعذبن في النار، واطلع على تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، وإذا فيه رجال ونساء عرات، والنار تلفحهم من أسفل منهم
فقال سبحان الله ما هؤلاء؟ قال هؤلاء الزواني والزنات. هذا ليس في المعراج وإنما في الدنيا، أراه الله شيئا مناما وشيئا كشفه الله له، كما لما قام يصلي صلاة كسوف الشمس صور الله له في عرض الجدار النار ومن يعذب فيها، فقال لا للنساء تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة فقالت لما يا رسول الله؟ ليش حنا أكثر أهل النار؟ قال لأنكن تكثرن السب والشتم وتكفرن من العشير. فقالت وما كفران العشير؟ قالت يحسن إلى إحداكن زوجها فإذا رأت منه ما تكره قالت ما شفت منك خير قط، والله ما دخلت علينا بخير أبد، حياتنا معك في ردى وفي قشر، نست ما كان من خير. هذا كفران العشير. كما أنه رأى عليه الصلاة والسلام أن أكثر أهل الجنة منهم الفقراء، وهذا مما صوره الله لرسوله مما يكون في المستقبل، فمنهم من كانوا ممن مات ومنهم من سيأتي عليه ذلك في المستقبل، فصوره الله للنبي عليه الصلاة والسلام لينذر ويحذر أمته. انتهى كتابنا الذي نحن وإياكم في مدارسته، وبقي أيام للدرس نجعلها إن شاء الله غدا وبعد غد والذي بعده في تفسير القرآن في هذا المكان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.